خطفني من اسكندرية للقاهرة وقتل بنتي وقطعها حتت، طلع مسدس وحطه على راس الدكتور. ده فعلا حصل، وقال له لو ربنا نزل من السما هتنزل الطفلة، يعني هتنزل الطفلة. مش ان انا ربنا سامحني، هو ربنا مش هيسامحني على الذنب البنت اللي اتقتلت دي. كمان في اقرار بخط ايده بيقول ان هو اللي استلم الطفلة. سعد الصغير مجرم، سعد الصغير بلطجي، سعد الصغير بيشم، سعد الصغير شاذ جنسيا، سعد الصغير كذاب. وري حضراتكم فيديو، بس احنا في رمضان فعيب قوي اوريكم الفيديو، يعني مش عارفه اعمل ايه، بس حقي ادافع عن نفسي وارد. الفيديو ده كان قبل راس السنه بيومين، وهو جاي بيتحايل عليا ان انا اروح السفاره اتجوزه وارجع له. هات الفيديو. انا المفاجاه ان انا معايا قسيم الطلاق بخط ايده. حط لي بودره في مخدرات جوه عربيتي وبلغ عليه. انا اتخطفت في قصر في حي الاشجار اللي مضاني فيه ايصالات الامانه على بياض وعقد الجواز قبل ما يوديني للدكتور الساعه 2 بالليل يعدي ال 100 مليون جنيه. طب اثبت ان انا رحمي اتفتح بالعافيه وان نزلت منه طفله عمرها السبع شهور. سعديه سعد الصغير الشاذ جنسيا. بس ده ردي، ما عنديش حاجه تانية اقولها. صباح الخير على حضراتكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. طالعه ارد ضد المدعو سعديه سعد الصغير، كان في برنامج مع الدكتوره الجميله المحترمه الدكتوره بسمه وهبه. وفي الحقيقه ان هو بيقول ان انا ما ان اللي انا بقوله ده بقوله علشان انا عايزه فلوس وكده يعني، وكلام مش عارفه هو بيقوله جايبه منين. فانا طلعت ورديت واثبتت لحضراتكم انه في اعتراف بصوته ان هو خطفني من اسكندريه للقاهره وقتل بنتي وقطعها حتت. عايزه اقدم بلاغ للنائب العام بان انا مواطن مصري ليه حقوق، انا عايزه ارجع بلدي. انا اتخطفت من اسكندريه للقاهره واتقتلت بنتي وانا حامل فيها في سبع شهور، وانا هثبت لحضرتك الكلام ده. في تقرير طبي بتاع مستشفى، وفي ورق قضيه موجود في النيابه، وفي اعترافات بصوت سعد محمود حنفي الشهير بسعد الصغير. وانا هرد بس على الاول جزء اللي هو بيقول فيه انه طلع مسدس وحطه على راس الدكتور. ده فعلا حصل، وقال له لو ربنا نزل من السما هتنزل الطفله، يعني هتنزل الطفله. والدكتور كان عايز يهربني وما كانش عارف يهربني منين، لانه هسمع حضراتكم الاول وبعد كده هكمل الموضوع. عايز اصلح اللي انا عملته ده، عايز عيني السجن، عايز عيني السجن. اللي المفروض ده ربنا ده ربنا فيك وروح خارجك. عايز اعمل الحاجات اللي انا بوظتها، عايز عيني السجن دوت عشان ضميري، عايز اشوف المرض دوت. ما تحرمنيش ان انا ربنا سامحني، هو ربنا مش هيسامحني على الذنب البنت اللي اتقتلت ديت. طيب يا دكتور بسمة، ده أول اعتراف بصوته وهو بيقول فيه إنه قتل بنتي، يعني أنا مش بقول أي كلام. وفي في مفاجآت بالنسبة للموضوع ده يعني. فده اعتراف سعد الصغير خطفني من اسكندرية للقاهرة ومضاني إيصالات أمانة ومضاني عقد جواز بالإكراه. ومش كده وبس، هو كان في الحقيقة طول الوقت بيجيب لي بلطجية وبيعرضني للموت بدل المرة مليون مرة، بس دي كانت أفظع حاجة هو عملها فيا. وبعد كده أنا اتطلقت منه، وبمناسبة بقى القصة بتاعت، عشان أنا مش عايزة أطول على حضراتكم، بمناسبة قصة إن الطفلة بتاعت دار الأيتام، هو كان طول الوقت عايز يرجع لي وأنا مش عايزة أرجع له. ف لحد ما في مره من المرات كان في طفله، وهو الطفله دي مضى على استلامها علشان ارضى ارجع له يعني. فكان بيقول انا موتت بنتك وقتلت بنتك، فانا يعني الطفله دي هو جابها مكان يعني بنتي اللي هو عشان انا ارضى ارجع له يعني. فاخذ الطفله دي ومضى على اقرار باستلام الطفله من دار الايتام. وهسمع حضراتكم وهسمع حضرتك اعتراف بصوته بيقول ان هو اللي استلم الطفله من دار الايتام. الناس كلها والاعلام ان يا جماعه انا قلت كذا مره ان الدار ديت دار مرتشيين، وعلى فكره اللي استلم البنت انا مش شمس. لما راح عمل محضر عملوه بشمس،
ما اعرفش بقى عشان شمس يعني كانت قوية معاهم، او بمعنى صح عايزة حقها بعد. دكتورة بسمة، مفيش واحدة عاقلة هتطلع تتهم واحد بكل الجرائم دي وهي بتكذب. ده اعتراف بصوته ان هو اللي استلم البنت، وده اقرار بخط ايده ان هو اللي استلم البنت، والاقرار موجود عند كل السادة الاعلاميين في مصر. ده بالنسبة لموضوع البنت. اتفق مع مدير الدار، اداله فلوس، واتفق مع مدير الدار ان هو يعمل لي محلوي دراع، يعني لوي دراع اللي هو هترجعي لي ولا هسجنك. ها، زي ما طلع مع حضرتك في البرنامج في الاول وقال لك انا اتبليت. الاستاذه اللي هي زي امي، كل سنه وهي وحضرتك طيبه وكل الناس طيبين يا رب، قال لك انا اتبليت عليها علشان اضغط عليها عشان تتنازل. هو دي الحقيقه، هو بيتبلى على اي حد وبيبلي اي حد بمصايب، عشان في النهايه قال لك انا والمحامي اتفقنا نعمل كده عشان نخرج. يعني هو في الحقيقه دي ده الاسلوب اللي طول الوقت بيستعمله مع اي حد. فهو حب يلوي دراعي، فها هتتحبسي ولا هترجعي لي. فهي كانت اللعبه كانت متلفقه لي كده، خلاص انت مش عايزه ترجعي لي، مفيش مستقبل، مفيش مصر، مفيش حياه، مفيش شغل. انا عزرائيل تعيشي مع عزرائيل الموت، انا سعديه اروح اعيش معاه بالاجبار والضغط والبهدله، ولا اتسجن. فانا في الحقيقه فضلت ان انا يحصل لي اللي يحصل لي، ومطرح ما يعمل اللي يعمل، لانه مش هرجع ومش هعيش مع واحد زعيم عصابه قاتل وبلطجي وكل حاجه محدش يتخيلها موجوده فيه. اما بقى بالنسبه لموضوع المليون ونص اللي هو بيتكلم عنهم، ففي فيديو، انا الفيديو عندك لو سمحتي تديهولي. في فيديو قبل راس السنه بيوم، هو جالي المكان اللي انا عايشه فيه يبوس جزمتي اللي العالم كله شافه هو بيبوس فيها جزمتي، يعني كعب الجزمة بتاعي ده من كتر ما هو رايح جاي بيبص في جزمتي. سعد الصغير مجرم، سعد الصغير بلطجي، سعد الصغير بيشم، سعد الصغير شاذ جنسيا، سعد الصغير كذاب. اوري حضراتكم فيديو، بس احنا في رمضان فعيب قوي اوريكم الفيديو، يعني مش عارفة اعمل ايه، بس حقي ادافع عن نفسي وارد. الفيديو ده كان قبل راس السنة بيومين، وهو جاي بيتحايل عليا ان انا اروح السفاره اتجوزه وارجع له. هاتي الفيديو. في فيديو تاني من بيت ربنا، محدش بقى يعني ولا مكتفه ولا بيقولوا النبي حرام قول كده بالعافية. هوري لحضراتكم، هوري حضرتك. آلاء محمد مغربي، بنت وفاء، يا رب بحق ابن دي بحق الدعوة، ربنا يا رب يفرج عليك يا رب الحاجة، يا رب الحاجة انا بفرج عليك يا رب وتاخد براحتك وطلعك من الكرب اللي انت فيه. يقول من بيت ربنا انت اتظلمتي وربنا يفك كربك علشان انت اتظلمتي وربنا عارف ان انت اتظلمتي. بالنسبة بقى لقصة ان هو ما كانش متجوزني، وان هو يعني انت كنت عايش في الحرام بتاع الجامع الراجل بتاع الفضيلة، طب انا معايا قسيم الطلاق. انا المفاجأة ان انا معايا قسيم الطلاق بخط ايده وعقد الجواز وقسيمة الطلاق. نازله من على الاستيج لقيته قاعد جوه عربيتي، اخذ المفتاح من الباركنج ودخل قاعد في عربيتي، وبقى بيهددني انا وجوزي ويقول لي 5 دقايق لو ما اتطلقتيش دلوقتي انت وهو 25 سنه سجن. ربنا مسلط عليك عقلك علشان ان شاء الله تتفضح كمان وكمان، وربنا ان شاء الله مش هيسيب حقي ولا حق مدام هبه مرات اخوك اللي انت طلعتها من الورث بالتزوير. زورت في الورق يا جماعة، سعد الصغير زور في الورق علشان هي ما تورثش. سعد الصغير قتل لها ابنها عشان هي ما تورثش. مدام هبة حيا ترزق، كل سنة وانت طيبة، وقلبي معاكي وقلبي مع اي حد
الحاجة دي العزرائيل الموت ده ظلمها ولا جه عليها. اشتغل في الآثار وبيشتغل في السلاح، وعنده القصر اللي انا اتخطفت فيه يعدي 100 مليون جنيه. يا جماعة انا اتخطفت في قصر في حي الاشجار اللي مضاني فيه ايصالات الامانة على بياض وعقد الجواز قبل ما يوديني للدكتور الساعة 2 بالليل، يعدي 100 مليون جنيه. والله يعدي 100 مليون جنيه. في ارض في العين السخنة دي اللي اتمسكت فيها تاني للمرة المليون، عشان هو بيقول انا ما عنديش ارض. لا انت عندك ارض، وانت بتروح دبي بتعمل. لا انا عندي حاجات كتير على فكرة. لا انت عندك ارض في العين السخنة. والغفير الراجل الغلبان اللي اديت له 500 ألف جنيه علشان يشيل القضية مكانك، انت عندك ارض في العين السخنة. واعز الناس عندك اتمسكوا في قضية سلاح واخد شهرين وانت شريكه، بس انت كوست الموضوع ولبستها له لوحده بعربيتك الهامر يا كداب. انت بتقول ان انا طالبة 1.5 مليون. لا لا لا، انا هقلعك هدومك. اقل حاجة، اقل حاجة كده تقلع هدومك، ما يبقاش عندك هدوم حتى تلبسها. مش 1.5 مليون، كل حاجة عندك انا هاخدها. انا بقولك انا هاخد كل حاجة عندك، وهرفع رد شرف وهرفع تعويض وهرفع كل حاجة. يا دكتور بسمة، انا رحمي اتفتح بالعافية وانا حامل في الشهر السابع. كنت بين الحياة والموت، دخلت عناية مركزة وكنت بين الحياة والموت، وكنت محجوزة في مستشفى اسمها مستشفى الجمهورية في اسكندرية، مستشفى عامة. المديرية حولتني عليها. التقرير الطبي بيقول ان انا اتولدت، وانه سوري انا اسفة، انه كان في هنا يعني على البريست يعني في اثار رضاعة، اللي هي المفروض البيبي لما بيتولد بيرضع رضاعة، اللي هو يعني السائل اللي المفروض الطفل بيرضعه. والطب اثبت ان انا رحمي اتفتح بالعافيه، وان نزلت منه طفله عمرها 7 شهور، وتهتك في الرحم، والضرب مناخيري كانت مكسوره، وكنت مشوهه، ودخلت عناية مركزه، وكنت بين حياه وموت. كسبت معايا يا سعدية، يا سعد الصغير، قضية جديدة. مبروك، ألف ألف مبروك، ألف مبروك، والله فرحانة لك. شوف بقى كم قضية، وكلهم شرف وعرض، وكلهم خطف ولا قتل ولا. يلا مبروك، بقوا باكج كده، عندك باكج قواضي. ف سعدية، سعد الصغير، شاذ جنسيا، بس ده ردي، ما عنديش حاجة تانية أقولها.